marka labada saxaab ayagu wax lagu khilaafay ma hayno in badan aanu intaan fatwada Soomaaliya ugu caayirsatay wadaaday daba dhigto shaqeeyaga dhigtay wax badan aan iga dheefin laba saxaab meel ay mareen oo wax khilaafsan lahayn wax lagu khilaafay ma hayno qofka musaafirka ilaa wuxuu ka dajiyay soomki uu ka cafiyay salaadana nus baa laga riday sidoo kale waxa soomka laga riday haween ilmo nuujinaysa ama araxda ku sii dooxaamila si wadaca loo yiri waa la soo saaray wadaaduhu waa keeni waayeen walqadaa'u fi madhabina yaxtaaju ilaa amrin jadiidin xaamilo iyo iyo nuujiso soomku wuxuu kaga dhacay binnas wax soo saarina ma jiro binnas soo ruxi kari waayena waxa lagu ogaa waayeel meeshiisa in la mariyo fidiyo qiyaasku saas u keenaya qiyaasna ma haysaan nasna ma haysaan nimankiina he fatwa saxaabana ma haysaan nimankiina saaraya he gabadh xaamila ah oo soonka xamili weyday ama ilmo nuujin soon kari weyday baa laga rabaa qado iyo fidiyo laa nasa walaa ijmaaca walaa qiyaasa walaa fatwa saxaaba madhab shaadha waa niman shuduudka aqoonin الشذوذ الفقهي ما يقانا حقوق بيقوني وحقوق صوب برتين شذوذ كواي برتين لكن ولي حرط وحين سفهامين إيا وهابي يدوق وذادوض أوها الله الشذوذ الفقهي ما ظهرنا يا الشذوذ الفقهي وحالي الانفراد بقول لا دليل له وإن كان ضعيفا وإن القول لا انفراد وإن مذهب بلقوا أن قلت أن دليل له معتبرة في الأصول وإن كان ضعيفا وأما الحامل والمرضع فإن افترطا خوفا على نفسهما بايد نفسيهما نسخ باقوريا وجب القضاء بلا فدية أو على الولد لازمتهم الفدية في الأظهر وأما الحامل قبل حامل هذا يؤرك لهيد يو المرضع قبل وحنو جينيسي فإن افترطا وايل كوالا قرطي وايل أسوه سداؤنا لقود مرض رأي صحابة ياهي وجوب يا وجوب انتي اللي سكدها أيو مواجبة مسوى سنو هينوضن بيسي خروج من الخلاف وإبراء للذمم لا شيئين مشغولات هاي الله قصم وايلك عفوا وايلك راجين الله قبحي ومد أها مالهم كست مالهم كيف هل مد هذا سدي طبعا كيلا أما صدن كيلو راجين إن لا جمعينا ويبنانتو هل مالين لبحي إن لا تفريقينا ويبنانتا إن لا نصينا ويبنانتا إطعام هدي لا إذا هدانا إذا كان الله راعيو إذا كن للرعية وأنا أكسن عرفه أطعامها دي اللي هذا هبل هبل بوقودي راشين قلم بوسي ما راشين قلم هذا دوالي إيدي بتو أو واحد كوكو صارت أنا نسين نسين عناية بريز كيل بريز أورد حقين جيني عصب ماله سليد ماله خضار مال راعين واحد لقط الله عمال عانا إيمان نسين معان كو عناية إحسان كو حكينا يا إن إذا للرعية وده دون وكان نقاشان نمن بالي راشين قلم بالي سكربا لبا حالة تصرع لقاتا لبا حاجة هذا إسقبتا مدى الصري أيا الله مرا وأما الحامل أور كلاهيد يوال مرضع تينو جنيس فإن أفطرتا هذي أفران خوفا نبقيدا يبقين على نفسهما إيقا نفتضا أبقي حامل إنت بضان هي أيا لا أسبق دا تفصيل كاسي مركا تفصيل واقع أما حامل يوب عبسطا إنت بضان والنادر لا حكم الحامل أيضا اسكو عبسطه عدة المه أبقض وحوية تفسير كوغلي كروا مرضي عادة لأن الولد انفصل عنها خارجا بنان كوشوغا نوشنتي شخصين تبا مركا عليس كيمانا يدو تور بيلي سو مدك لمركا حاملو حاملو دو المه هو جزء منها عضو كميدوي وحقون له حسابها يا ما مركا أحكام تلمري ماليك لبحاني فإن افترطا وادفيرنا يسوى تفصيل باكوتش تفصيل كنا شافعي اللوغو مهرين تفصيل كان نوع أنا وحاجة أوغبا عندنا في مذهبنا سوى هذا طيب فإن افترطا ديو أفران خوفا بقي ديو بقين على نفسهما نفطو ذي وجب القضاء قضى واجب يا بلا فدية فدية الآن قياسا على المريض نفطو ذي وعبسد صومها روحا نصيص كدبان لير مريض وهي فعدة من أيام أخرى ولا زيادة على النص وركا ورفي عون بلا فدية فدية معايا إلي
لما شيغين وي دليل لما شيغين نسكنا مريض بان كسوقان لبداس او امسى على الولد بيعبسدين او خافتها على الولد المهم بيعبسدين قبره حاملها يد ويسومي قد لكن المي كبقيسا وهون المتشعله ومركو هرس اما وقر الدنبيزي وعيتر كان ما تطصن تو كاسو دعابه اما دلنتا ام سرا اضو الا اضا لغا نفقين ياي اما مديرت وخا قادان وايا هي توبدي وخي او دحي وايا اذا خافت على الولد مرضعان سدوك المهد ايدا نوجينيسو ايدا ايدو بيلانيا مد لباد المه هورد مكل نوغاد وي تبر بيلي تبر ما هيسو واسكو دعيسا لازمتهما مركه وخا كل لازم مع القضاء الفديه في الاظهر قضنا ولاغا ربا فدينا ولاغا ربا اظهرتين قبسنو هذا دين قبسن بحايه لو حالين هاي واروح وافري لمصلحه غيره حضوا فرتين لمصلحه الغير لمصلحه الغير روح وافره قضنا ولاغا ربا فدينا ولاغا ربا السببيه هنا وحكم وضعي شرعي يحتاج الى دليل ان بدن بايد كعل عليه حتى قلتم توشا وجد فانتان لان اسبابته وان لفان وحاني لي اذن شافعيا هاي قفك وافرا لمصلحه غيره لا لمصلحه نفسه وعلى قربا القضاء مع الفديه او الكفاره وحكم شرعي ان سبب لقدغو الافطار افساد الصوم لمصلحه الغير هي وسبب يوجب الفديه والقضاء معا و سبب يدان دليل بيربط وحكم شرعي ووضعي يحتاج الى دليل او شايسكو هذا وحي هاي قياسك كينا يا مقتضى القياس حاجد مكة عصلاته ان لفظية الاسكوية الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق راي الشافعي لكن مكة لما راي تكليف تسير هذه النفط هذا تاس قاعده وحكى جوابين جوارد عمرك يا ضي المه وعب صوت حالته خطر نقطي ولا تقتلوا انفسكم بي قشي انقاذ الانفس وان لو نحارستو قد بس لا سارادنت وحان لين باب التكليف ما كل جوق نفط هذه النفط غير كا كي درن هذه النفط هذا درن هذه النفط هذا درن وحادو كبد بادي كرتو عيدك لو كغالو بهول كو تالما سين ددك لو غانا غلهايو كدفاع هيا أوغو هرمان لغا دغيسن ماي نفط هذا هرمان نيسا مركا يا قودر سدي وي مر هداد هرمان سي مصلحه الغير لا هوش ولا وقت كين تغليد كفاري يا قضاء لغا ربا او شا مركا وحا وي ومخالف لفتوى الصحابه صحابيين لفتوى الصحابيين بخلاف سنتاي او سيدنا ابن عباس يا ابن عمر وحاكا سوغان حامليا مرضعو صون كاد يحملوا وايان في دون بالغ بحين ولا قضاء عليهما حامليا مرضعو نوتشسو اسلام لما نوتشنيس اما شخصينيس وحاد ذنب يا وين يقول له حامله المسجد صون كادوكوات كاد يحملوا وايان ويسكا فريان منصو قضينا ايان لكن هل كيلو راشينا ايمان ولو بحين ايان سداسي لبدا سحاب فتوون شيرين متكود وحاكا سوغن رواية كالوها قضى بس على قربا ولا مخالف لهما من الصحابة إن باب المريض لمريو قضى الله سارو إن رأي لبدا سحابي لمرو وإجمع سكوتي أن نقونا على رأي من قدامة والنووي استنقل معيدها فصار إجماعا سكوتيا لبدا سحابي كنت تكتب وفتوى مشهور نقطي فتوون شيرين وحكي ما هينو بل اجماعاتكم من قدام السوقري اكثر كذا واساس وكله هو يحس خلاف اوغانين لما علم فيه خلافا بو انت بدن اجماعات كدغا هذي صحابه ميل مرون وح خلاف هو يلا بي صدح كميد انا اجماع بو سوقري من نور بو كو ديسا نووي بو كو ديسا رك بدن باوشا ابن عبد البر اسو بو غاريغي سي كاسو مركا لبدا صحابه ايغو وح لو خلاف ما هينو إن بدنا أن تام فتوى الصومالي ويقع عرسة وذا داي تبادك تو شقيقة دكتي وح بدنا أن يقدر يفين
لبس حال المال مرين ووح خلاف سان لهين وح لو خلاف ما هينه وح لو خلاف ما هينه قياس كان يجا هيا حديث كأنس مالك الكعب القشيري محوها نبي قايل صوب فريسان كاغا شكي الصوم متى قاني ذا فريسو رخص كيسان كاغا شكي صوب مسافرة أو صعودة يونبي قال لك المهم مالي ميل دقن راشن عنا يصنع مسافرة صوب فريسو راشن عنا والله وان صومنا هاي بريس صوب فريس تعالى وحديثك عن الصوم أحكام المسافرة عن كم شرح فريسان لك والله شرحي مواد نقيم بالي روح مسافر كا صلاة أفريدة إن لبلا قرتي دو لبلا بلا قردك أو صلاة أبدا أوت كذا أي تاي صدح رك عدود فجر اللباء ظهر اللباء عصر اللباء عشاء اللباء إيوه مغرب وصدح نبلو طوايد عليهم وحن كلهم كوشي ميلا يقول إن الله وضع عن المسافر شطر الصوم شطر الصلاة والصوم وعين الحبلة والموضع الصوم قفكم مسافر كي لو حكدت شيء صوم كي وقع فيه صلاة نصبة لقر هذي سدوك لو حصوم كلقر هذي هوني المن وجني سأما أرحت كسيد حاملة سي وضع اللويري والله صو صاري ودوه كين وايد والقضاء في مذهبنا يحتاج إلى أمر جديد حاملة إيو إيو نوتشو صوم كحكاك دعي بالنص وحصو صارين مجرو بالنص صوم روحي كري وايانا وحلوه وايه الميشي سئن لماريو فيديو قياس كساسو كينية قياسنا ما هيسان هين نصنا ما هيسان نمنكي انه هي فتوى صحابنا ما هيسان نمنكي نصارا هي هين قبار حاملاء وصون كحملو ويدي اما المنو جون صون كري ويدي يبالغ الربا قضية فيديو لا نص ولا إجماع ولا قياس ولا فتوى صحابة أصوش المذهب كان هو الخلاف سنتين أحمد أشجع مدة أيضا سيدي بيساي هوش عينان هوش عينة فانتين بربة كتابك لكن سيدو يهي وكاسا ابن عباس يبرك ابن عمر يفطراني ترمذي مثل معروف هو جامع ترمذي بسوقر وقال بعضها العلمي الحامل والمرضع تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وبه يقول إسحاق وأحمد وخلاف ومذهب معتبر معروفة والسلف سوق قرن أيام كتبتنا قرآن ابن جرير سوق قري ابن مدر سوق قرن ترمذي أبو عيسى ترمذي قري في جامعه مذهب الشاذة وإنما شذوذ كأقونين الشذوذ الفقهي ما يقانا حقوق بيقولي وحقوق صبرتين شذوذ كواي برتين لكن ولي حرط وحين سفهمين يا وهابية وذو ضوها الله الشذوذ الفقهي ما ظهرنا يا الشذوذ الفقهي وحال الانفراد بقول لا دليل له وان كان ضعيفا وان القول لا انفراد ورد مذهب لقوا نقطة ان دليل لهن معتبره في الاصول وان كان ضعيفا هذو الدليل كذا حكم است معتبر يا وان كان ضعيفا في اصول الفقه قول كاسي شاد لبا اورن كرو برت شذوذ الفقهي قول الصحابي محويا ودليل معتبرة في الأصول وإن كان الراجح عندنا شافعي أدان هاي ليس بحجة على تفصيل ولما مر بأني ما لدي شيء إلا تطبق قول إن إمامك لقسو قوري قول السحابيين لم يخالفا بان كل سني نينك شدود إلى هذا وهذا وحكا لنا الله كبقى هاي وحام في الهاي إنك باش ما الحب أفرده الشدود الفقهي إسكوك هذا والانفراد بقول لا دليل له معتبر وإن كان ضعيفا في الأصول مصالح المرسلة محقودة سيوى شدود مدي كرتد قول السحابية محقودة سيوى شدود مدي كرتد عمل أهل المدينة محقودة سيوى كل دليل ذكر في الأصول سواء كان راجحا أو مرجوحا رأي اللي قد سواء معتبر عند علماء الفقه شدود لم يجد هذا وركائنات فانتان بعض الربا من قد دليل بالغوشة أصولك سقال يتمن دليل بالغوشة وحا معتبر وحا يعني حجدة كإجماعي كأنا ويريا انت كلام مختلف سقال يتمن نمن بالواتين دور قرسية نمن باللح يتمن يدا هذا أفر يتمن طبن
ويقول بأنت أزوم بركة وفهم أنك شيء قوي أدلوا يبدين يعني أخي الضواجع الكتبت والله صحو وذات الحور محي كل سنة وحي كل سنة هذا سوي الدين هاي وأقول شيء واحد كل سنة هاي اللي لب لبوي النف وحيوع بسطي على الولد بيوع بسدين نفط ذين ظهور من رسول صنطي أهيد مك تعدي بكجرو ويمرها تعد تعدو كجرو فيديا لجاربا نينك تعدين فيديا لساري جري فيديا القصة كي مريس قضوه هنا هرام بوا لجاربي أما نفط ذو عبسو أما المو عبسه هي الروايات وعلى يطيقونه هو ابن عباس يكسو كنون عن سحن بيكبسه والله صح.